يا ابني في ايه؟ طالع مخضوض كده ليه؟ برضه مش سايبني في حاله، عمال يضايقني من يوم ما انت سافرت، وكويس اني لقيتك هنا. طب ولو ما كنتش لقيتني؟ ولو ما كنتش انا جيت من السفر؟ كانوا برضه هيفضلوا يضايقوك. اوعى اوعى تخلي شخصيتك مبنيه على شخصيتي. لازم تعرفهم ان انت ليك شخصيه وليك كيان، وتعرف تاخد حقك من اي حد في وجودي وفي عدم وجودي. هعمل ايه طيب؟ طب ما انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانت ظهري وسندي، اعمل ايه؟ حلو انك تقول لي ان انا سندك، بس انا مش بقيلك، انا مش هفضل طول عمري عايش لك. عايزك يا ابني تفهم ان الدنيا دي مفيش حد دايم لحد، لازم تعتمد على نفسك. عارف في مره حكيم سال اسد، قال له انت ازاي ملك الغابه دي كلها؟ عارف رد عليه وقال له ايه؟ كلو بقول لك ايه، خد حقك بس ما تعوروش.